خلال هذه اللحظات. وليد سبار ضربة راسية، ضربة راسية وهدف ثاني سانتوس. سانتوس أشرت لذلك بأنه كاين سوء تنسيق على مستوى الدفاع وحتى طريقة لعب على الأطراف ما بين عزيم وأجردوم. وهدف ثاني بالنسبة للوسيس تجعله يؤمن انتصاره. وابن عمر أكيد التفاعل بشكل إيجابي مع هذا النتيجة بطبيعة الحال. اللاعب البرازيلي دافع بشكل كبير على مرمى أولمبيك أزربي وفعل ما لم يفعله المهاجمون وسجل الهدف بالنسبة لفريق أولمبيك أزربي. كان هناك سوء تنسيق على مستوى متوسط الدفاع من خلال هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي هدف الثاني سيصعب